حل مسألة عندي main beams، main beams اهو، و secondary beams، وال secondary beams دي هيتحط عليها machine هنا في النص. المachine دي ليها 4 supports، تمام. وزن المشين 30 طن، يبقى انا هحط هنا كده ماشين وزنها 30 طن، اعتبرها ترولي مثلا بتاع كرين. ما ننساش ان المشين يعني فيه فايبريشن، فانا عايزك تعمل لي ديزاين للسكندري بيم اللي موجود ده باستخدام الايجيبشن كود ال ار اف دي، وتختار قطاعات اي بي. الديستنس ما بين السبورت والسبورت 3. اول حاجه هنعملها هي حساب الاحمال. هحسب الاول working loads، بعد كده احسب الـ ultimate loads. هاسيوم الاول الوزن بتاع السكندري بيم، ان الاون ويت بتاع السكندري بيم بتاعتي ب 0.1 اللي هو 100 كيلوغرام بير متر ران، واحسب ال M dead load بتاعي. هيبقى عندي secondary beam اهي simple beam عادية عليها 0.1 ton per meter run، يبقى المومنت اللي عندي ال dead هتبقى WL square over 8، هتطلع ب 0.8 ton per meter، تمام. ال shear force هيبقى W في L over 2، فال W عندي ب 0.1، ال L اللي هو السبان بتاع البيم بتاعتي اللي هو 8 متر هيبقى ب 8 over 2 equal 0.4 طن، يبقى ده 0.4 طن وده 0.8. ما ننساش ده كده الحمل نتيجة ال dead loads. طيب الحمل اللي موجود نتيجة ال live load، ادي ال secondary beam بتاعتي، عندي قلت المسافة ما بين السبورت والسبورت بتوع المشين 3 متر. طيب المشين دي واقفة على 4 سبورتس، كان في برضو كاميرا الناحية التانية كده، يبقى كل سبورت هياخد قد ايه؟ هقسم الوزن كله على 4، هيبقى عندي 30 على 4 يطلع 7.5، و 7.5 ده live load بالنسبة لي، لان الماشين هتبقى فيها فايبريشن. طيب ال بيرنينج مومنت بتاعت الماشين، احسب الرياكشن، زي ما عندك الرياكشن اللي هنا 7.5 والرياكشن اللي هنا 7.5. اللود هيتحسب عند كل تغير، اللود هنا المومنت هنا بزيرو، انا كده بحسب البيرنينج مومنت دايجرام، المومنت هنا بزيرو، المومنت عند السبورت ده هقطع سكشن ابص ليفت هاند سايد هيبقى 7.5 في الديستنس دي اللي هو 2.5، فيطلع ناحية دي للسهم 18.75 اهو. طيب والناحية التانية زيها بما انه سيمتريك 18.75، تمام. وبما ان الماشين دي فيها فايبريشن، فانا عندي في امباكت لود زي ما قلنا وشرحنا في الكرين، الامباكت او الايفكت بتاع الدايناميك لود عشان اخده في الاعتبار، فانا بضرب 25%، فانا بضرب اللايف لود 25% يبقى المومنت عندي 23.4 طن متر. كل ده انا لسه في الوركينج لودز. طيب بالنسبه لي الالتيميت لود، عندي كان في تو كومباينيشنز، اول كومباينيشن اللي هي 1.4 ديد، تاني كومباينيشن اللي هي 1.2 ديد زائد 1.6 اللايف. لما حسبت ام الدوت 1.4 في 0.8 الديد اللي هو 1.12 او 1.2 ديد اللي هو 0.8، ادي الديد زائد 1.6 اللايف لود اللي احنا لسه كنا حاسبينه، فيطلع لي المومنت الالتيميت الكريتيكال طبعا الكيس الثانية 38.4 طن متر. يبقى انا عايز دلوقتي اجيب بيم تستحمل
مومنت يعني الالتيميت سترينث، التيميت فلكشرال سترينث بتاعتها تبقى معديه ال 38.4. تمام. الالتيميت شير بتاعي هيبقى 0.56 او ال 1.2 في ال 1.6، فيطلع الكريتيكال بالنسبه لي هو 15.52. دلوقتي المفروض ان انا اعمل استيميشن اوف سكند. قلنا تاني لو انا هحل مانيوال فانا هحاول اخد اقرب قطاع بحيث ان هو يبقى سيف وايكونوميك، او انسيف واللي بعده هيبقى في الاغلب سيف. طب بالنسبه للمشروع دلوقتي، انت هتعمل في المشروع اتريشن، هتعمل ابلاي كل التشيكس على كل القطاعات وتاخد اصغر قطاع هو سيف، هو ده اللي هيبقى ايكونوميك. طيب في فرضيه كده على حسب الانسبورتد لينث تقدر تستخدمها هنا وتقدر تستخدمها في الاي اس دي. الفرض بيقول لك لو انت عندك اللاترالي ان سبورتد لينث بتاعك 3 متر، ف هتاخد الالاوبل بيندنج ستريس بتاعتك 0.64 اف اي. طيب لو انت عندك ال ان سبورتد لينث اصغر من ال 6 متر فتقسمها ب 0.58 الاف اي كانها نون كومباكت. طيب لو عندك ال L unsupported length بتاعك اكتر من ال 6 متر فاسيوم ال bending stresses بتاعك ب 1 ton per centimeter square. كل دي افكار لازاي اقدر اقرب، بس ان انا زي ما شرحت في الاول ادخل في الجدول بحيث اجيب قطاع قريب. طب تعالى نرجع للمسألة بتاعتنا ونشوف. هلاقي المسألة عندي البيم دي السكندري بيم دي 8 متر وما فيش حاجة تسبورتها laterally. هو قايل لي هنا ان ال secondary beams don't support the upper flange، اذا البيم اللي موجودة دي ما فيهاش اي lateral support، اذا الطول اللي مش ممسوك او ال laterally unsupported length actual عندي هيبقى بيساوي 8 متر، بما اننا شغالين بالسنتي يعني 800 سنتيمتر. طيب نرجع للاستيميشن، قلنا بما انه 8 متر فيبقى انا في الكيس الاخرانيه دي فهاسيوم ان الـ ان الاكتوال بيندنج ستريس بتاعتي بواحد. طيب خلي بالك وانا باسيوم القطاع انا هاسيوم القطاع باستخدام الوركينج لود، فهقول ان الوركينج لود بتاعتي هو الديد واللايف. الديد كان 0.8 واللايف كان 18.75، يعني التوتال بتاعي 19.55 طن متر. طيب الاس اكس هتطلع الام على الالاوبل ستريسز بتاعتي، مش احنا قلنا ان الستريس بيساوي ال M مش احنا قلنا ال stress بتاعي اللي هو ال F بيساوي ال M over SX. والله دلوقتي حضرتك عارف المومنت وعارف ال allowable stress تعرف تجيب ال SX. طيب المومنت عندي ب 18.19.5 طن وال allowable stress اللي عندي هو 1 طن سنتيمتر سكوير، يبقى ال SX بتاعتي هتبقى ايه؟ ادي 19.5 طن متر اضربها في 100 عشان تبقى طن سنتي واقسم على ال allowable stress يطلع 1955 سنتيمتر كيوب. يبقى انا هدخل الجدول هدور على اول الاستيك سكشن مودلس بتاعتي ب 19.55. دي بس طريقه تقرب بيها، لكن انت هتجرب على كل القطاعات الموجوده عندك. طيب ادي جدول قطاعات القطاعات الاوروبي، ركز بس على الاي بي اي اللي من غير حروف جنبها، يعني اي بي اي 400 450 500 ده اللي احنا بنستخدمه في مصر. احنا قلنا 19.55، فلو جينا نبص هنا هنلاقي ان اي بي اي 500 ب 19.28، هي اصغر شويه بس ممكن نبدا بيها ونشوف هي قد ايه انسيف. طيب اخترت اي بي اي 500
ادي الجدول بتاع الـ IPE500 والبروبرتيز بتاعته اللي موجودة في القطاعات المصرية. تاني خطوة عندي بعد ما عملت assumption هعمل section classification، اشوف compact ولا non compact ولا slender عشان يحدد لي طريقة الديزاين. فبشوف compact ولا non compact ازاي؟ انا عارف كده كده ان هو في الاخر IPE هيطلع compact، بس هجرب هحسب بالنسبة للويب الـ aspect ratio بتاعة الويب اللي هي لو انا عندي ده الـ IPE، فانا هحسب الـ D web على الـ T web. الـ D web هو هنا مدهولي جاهز ب 426 مللي اللي هو 42.6 سنتي اوفر الـ T web اللي هو الـ thickness بتاع الويب ب 1.02 اللي هو 10.2 مللي، فيطلع 41.8 اصغر من 127 على سكوير روت الاف ييلد اللي هي 2.4، فتطلع 82، يطلع ان الويب كومباكت. بالنسبة للفلانج فمن عندي الويت بتاع الفلانج 20، هنقص منه الثكنس بتاع الويب اللي هو 1.02، هنقص منه 2 الراديوس اللي هو 2.1 واقسم على 2 هيطلع واقسم بعد كده على الثكنس بتاع الفلانج اللي هو 1.6 هيطلع 6.25. او للتسهيل ممكن تقول هو الويت بتاع الفلانج على 2 يعني للتقريب، كده كده احنا عارفين انها هتطلع كومباكت. طلعت كومباكت يبقى القطاع كله كومباكت وانا هستخدم القوانين بتاعت الكومباكت. الخطوة اللي بعد كده هي ان انا احدد الباكلينج لينث اللي احنا كنا محددينه قبل كده اللي هو سمينه ال بي، نشوف هيطلع بكام بالظبط. وبعد ما احدد ال بي هحسب الليميتس ال بي ال ار ام بي و ام ار. بعد ما احسبهم هعرف اعمل اجيب النومينال كاباسيتي بتاعتي النومينال فلكشرال سترينث ومنها احسب الالتيميت فلكشرال سترينث. الـ actual unsupported length قلنا اللي هو الـ LB 800 من المسألة، بصينا كده على الـ compression flange وهو كان قال إن الـ compression flange مش ممسوكة، فهو الطول كله يبقى الطول كله هو 8 متر. طيب الـ LB الرول بتاعها من الكود 80 RY على square root الـ F field بتاعت الفلانج 80. طب الـ RY، الـ RY دي هجيبها منين؟ دي هتتجاب من الجدول. لو رجعنا أبص هنا على الـ RY هلاقيها بـ 4.31 over square root الـ 2.4 طلعت 222.6 222.6 سنتيمتر. ده كده الليمت بتاع البلاستيك او ان انا اعتبر البلاستيك زون، يعني الليمت اللي بعتبر فيه القطاع بتاعي laterally supported، ده اصغر حاجة. طيب ال LB 800 وال LB 222 يبقى هو معدي البلاستيك زون، يعني ده معناه ان هيحصل lateral torsion buckling. طيب تعال نحسب ال LR، ده الرول بتاع ال LR، محتاج احسب ال area flange، محتاج احسب ال RT. بالنسبة لل area flange احنا عارفين الويت بتاع الفلانج كان مديهولي ب 20 سنتي، ثكنس الفلانج بتاعتي كان مديهولي ب 1.6 يبقى الاريا ب 32. تمام. بالنسبة لل RT، RT هو الراديوس اوف جيريشن بتاع الكمبريشن فلانج وسوت الويب اللي هو الاريا دي حوالين الواي. الانيرشيا بتاعت الشكل ده زي ما اتفقنا قبل كده انا هحسب الانيرشيا بتاعت الفلانج بس عشان الفرين الانيرشيا بتاعت سوتس الويب تقريبا نجليجبل، فالانيرشيا بتاعت الفلانج حوالين الواي الموازي للواي اللي هو ال 1.6 في العمودي على الواي اللي هو ال 20 تكعيب على 12 اوفر
الاريا بتاعت الكومبريشن فلانج وصوت الويب. اريه الكومبريشن فلانج 20 في 1.6. طب واريه صوت الويب هو الصوت في الدبث كله بتاعي اللي هو 50 ماينس 2 ثيكنس الفلانج، يبقى ده عبارة عن الدبس كله ماينس 2 ثيكنس فلانج اللي هو 50 ماينس 2 في 1. تمام، هيساوي 5.1 سنتيمتر. طيب بالنسبة أنا كده حسبت الأريا فلانج، الدبث أنا عارفه اللي هو ب50، والإف إل اللي إحنا قلنا 0.75 الإف فيلد، ده كده الإف إل. طيب كده الإف إل محسوبة، فاضل لي الإكس. الإكس ده اللي هو بيعتمد على الأر تي اللي أنا لسه حاسبها، والأريا فلانج اللي أنا الأريا تي اللي أنا لسه حاسبها مضروب في الدبث اللي هو 50. طيب تعال نعوض، الاكس هيساوي ال 0.0104 في الار تي اللي انا لسه حاسبها 5.1 في الدبث كله اللي هو 50 مقسوم على الاريا بتاعت التي اللي هي ب 32 اريا فلانج. كده اريا فلانج عشان تبقى واضحه بس، مقسوم على اريا فلانج عشان مش باين، بس هكتبها هنا. الاكس طلعت ب 0.91. طيب ال FL زي ما قلنا هي 0.75 ال F yield بتساوي 1.68 طن بير سنتيمتر سكوير. طيب يبقى ال LR بعد ما تعوض كل الأرقام دي هيطلع لك ال LR ب 757.5 سنتيمتر، 757 سنتي. لو جيت أقارن كده هلاقي إن أدي الكيرف بتاعي هنا ال LP اللي هي بتساوي 222.6، وادي ال LR اللي هي بتساوي 757.5 سنتيمتر. يبقى ال LB اللي هي 800 تبقى موجودة فين؟ ال LB هتبقى موجودة هنا، يبقى ال LB بتساوي 800. طب ودي كان اسمها any region؟ دي كان اسمها ال elastic buckling ريجن. طيب وكانت بتتحسب ازاي؟ كانت بتتحسب ال M N بتاعتي بتساوي ال M critical مضروبة في ال CB. تعال نشوف هنحسب ازاي. يبقى انا في الإلاستيك رينج ومحتاج احسب ال M critical في ال CB. تعال نشوف ال CB. ال CB ادي ال bending moment التوتال بتاعتي، قلنا القانون بتاعي 12.5 الام ماكسيمم على 2.5 ام ماكسيمم زائد 3 ام اي زائد 4 ام بي زائد 3 ام سي. طيب الام ماكسيمم عندي بكام؟ الام ماكسيمم عندي ب 38. طيب والام اي والام بي والام سي ده قلنا نعرفهم ازاي؟ قلنا هقسم الشكل بتاعي ل 4 كوارترز، ده ام اي ده ام بي ده ام سي. بالصدفه هنا الام ماكسيمم هي الام بي. تمام. طيب عشان احسب المومنت عند الربع ده تتحسب ازاي؟ هتتحسب من الاستراكشر او تتحسب من السيميلاريتي اوف تراينجلز. يعني انا عارف ان التراينجل ده كده الكبير ده ارتفاع اللينث ده ب 38.4. طيب والمسافه دي من هنا لهنا هي 2.5، يبقى عند مسافة 2 تبقى بكام؟ يبقى ال 2 على ال 2.5 مضروب في ال 38.4 هيديني ال MA. 2 على 2.5 38.4 يديني 30.72، وزيها بالسيميلاريتي الناحية التانية ال MC. لما أعوض في الرول هيطلع لي ال CB ب 1.113، يعني بنقول approximate 1.1. طيب بالنسبه للام كريتيكال ده الرول بتاع الام كريتيكال اللي موجود في الكود بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على الار تي كنا لسه حاسبينها، بيعتمد على الاريا فلانج كنا لسه حاسبينها، والال بي انا عارفه، والدبس اللي هو ال 50، ال بي اللي هو 800 والدبس اللي هو ال 50.
طيب والاس اكس بتاعتي، الاس اكس بتاعت القطاع اللي احنا لسه جايبينه اللي هو 1929 او 30 تقريبا. طيب ادي 1930، 1380 في ال 32 اللي هي الاريا فلانج اللي انا كنت حاسبها، و50 زي ما قلنا 800. بعد ما عوضت طلع النومينال كاباسيتي بتاعتي اللي هي السي بي في الام كريتيكال بيساوي 29.46. ده ايه؟ ده من غير ما اضرب في اي فاكتور لسه. طيب يبقى الام التيمت بتاعتي اللي هو الالتيمت كاباسيتي بتاعتي، يبقى ال ultimate بتاعتي اللي هي الكاباسيتي بتاعتي تبقى بتساوي كام؟ بتساوي ال تساوي ال phi اللي هو الريدكشن فاكتور مضروب في ال m nominal اللي هي nominal capacity اللي هي من غير ما تتضرب في اي فاكتور. ال phi بتاعتي يبقى 0.85 تطلع 26.04. ده ال ultimate strength. يعني كأني بقول لو انا عندي member طوله ال L unsupported length بتاعه 800 وعليه الأحمال اللي احنا قلناها دي، يبقى يشيل آخره الـ M ultimate آخره 26.04 طن. ده أقصى ultimate moment يتحط عليه. طب هو الـ ultimate moment اللي عندنا كان كام؟ كان 38.4. يبقى ده unsafe، و unsafe كتير أوي، يعني بعيد أوي. محتاج نجرب الـ IPE 600 ونشوف هيطلع safe ولا unsafe. بالنسبة للتشيك شير، فأنا هتأكد الأول إن الأسبكت ريشيو بتاعتي موجودة في اليلدنج زون. فقلنا اليلدنج زون اللي هي 112 على سكوير روت الاف ييلد، وكنا نقارن ب 72.3. طيب الاتش ويب على التي ويب، الاتش ويب هنا المقصود بيها الدبث بتاع القطاع كله ماينس 2 ثيكنس الفلانج على التي ويب اللي هو من في الجدول 1.02. طيب هيطلع في اول ريجن زي ما قلنا في الاي بي اي، فيبقى الرول بتاعي النومينال من غير ما يتضرب في اي فاكتور كاباسيتي هو 0.6 الاف فيلد بتاعت الويب في الاريا ويب. الاف فيلد بتاعت الويب ب 2.4 والاريا ويب بتاعتي اللي هي الدبث في الثيكنس للتوتال دبث اللي هو اي بي اي 50، فيبقى 50 في الثيكنس بتاعي اللي هو 1.02 يطلع 37.44. ده لسه محتاج يتضرب في الريدكشن فاكتور. الريدكشن فاكتور بتاعنا اللي هو ال 0.58 الاف فيلد، اسف ده لسه محتاج يتضرب في ريدكشن فاكتور. ريدكشن فاكتور ب 0.85، فيبقى ال ultimate shear strength بتاعتي اقصى ultimate strength يشيله 62 طن. ال actual اللي احنا كنا حاسبينه ultimate طبعا 15.52 طن، يبقى القطاع سيف بكتير. تمام، وادي الرسمة اللي احنا كنا بنتكلم عليها، القطاع ال IPE طلع معانا في ال region دي. اخر حاجة وهي تشيك الديفليكشن، اخر خطوة خالص هي الديفليكشن. الديفليكشن لو حضرتك شغال بالساب فهتقدر تحسبه بالبرنامج على طول، تطلع الديفليكشن نتيجة الكيس بتاعت اللايف لود بس working. تمام، انا هنا عشان بحلها مانيوال فهحسبها بطريقة الكونجوجيت بيم. فانا هنا كان عندي concentrated load، 2 concentrated load كل واحد 7.5 و7.5 مضروب في ال 1.25 طلع لي المومنت ب 23.4 و 23.4 بالمنظر ده. طريقة الكونجوجيت كانت بتقول ايه؟ بتحول ال bending moment diagram الى distributed load وبنسميه elastic load، وبعد كده بتحسب ال moment عند النقطة اللي انت عايز تحسب عندها deflection، والشير عند النقطة اللي انت عايز تحسب عندها روتيشن. فانا هنا عايز احسب ديفليكشن عند النقطة اللي في النص دي، فانا هنا عايز احسب الديفليكشن عند الميد سبان اللي هنا. فالمومنت هتبقى 64.4 مضروبة في الديستنس لغاية البوينت بوزيتيف ماينس
الاريا بتاعت الجزء ده distributed load حوله ل equivalent concentrated، فيبقى half ال base في ال height، half ال 2.5 في ال height اللي هو 23 يديني 29.29، وهنا half ال base هنا هيبقى base by height على طول اللي هو 23 في 1.5 فيديني 35.15. طيب بالنسبة للمومنت تعال نكمل، انا هضرب حسبت المومنت الاولانية اللي هي 64 في 4. طب المومنت التانية اللي هو 29 تتضرب في الديستنس دي كلها اللي هي 1.5 زائد تلت ال 2.5 لان ده تلت وتلتين، زائد المومنت اللي هي 35 مضروبة في الديستنس اللي هي نص الواحد ونص، فهتطلع ب 163.183. ده كده المومنت. نقسم على الـ EI هيطلع لي الديفليكشن ب 1.89 سنتيمتر. طبعا الـ ID IX انا جايبها من الجدول، تمام. طيب والليمت بتاعي كان الاسبان على 300، فالاسبان على 300 2.67، ف سيف كتير يعني. طيب الريفرنسز بتاعتي الكود المصري، كتاب دكتور عبد الرحيم خليل، ومحاضرات دكتور نصر. شكرا.